السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي الخمس محاور الأساسية للياقة المقاتل، أو الخمس حاجات اللي بتحدد كفاءة وتكامل المقاتل. تمام، طبعا كل حاجة من دول ليها تفاصيل طويلة وشرح، بس احنا هنحاول نتكلم على الخمسة باختصار مع أمثال بسيط جدا لكل واحدة من الخمسة دول، وإن شاء الله بعد كده كل واحدة ليها تفاصيل هتفيد إن شاء الله لو عرفتها بالكامل. لكن عشان الحلقة ما تطولش مع حضراتكم هنتكلم عن الخمس حاجات باختصار. تمام، الحاجة الأولى وهي القدرات بدنية وحركية. تمام، قدرات بدنية وحركية. أولا القدرات البدنية، احنا هنتكلم باختصار كده القدرات البدنية اللي هي القدرة العضلية، القدرة الجسدية، البناء الجسدي، تطوير الحاجات الخاصة بالجسد، دي القدرات البدنية. القدرات الحركية وهي قدرتك على الحركة والتحرك، لأن احنا عارفين ان القتال بيعتمد بنسبة كبيرة عن التحرك، المراوغات، التجنب الهجمات، الحاجات دي كلها من القدرات الحركية. الحاجة التانية القدرات المهارية والخططية. القدرات المهارية وهي مهارتك وكفاءتك وتطوير المهارات الخاصة بالمقاتل، سواء مهارات هجومية، دفاعية، كل أنواع المهارات اللي بتحتاج تتعلمها. القدرات الخططية وهي القدرات اللي بتعتمد على الاستراتيجيات اللي بتستخدمها مع كل مقاتل، يعني كل مقاتل ليه استراتيجية مختلفة. ممكن مثلا مقاتل أمامك ليه يعني إيه قوي البنية، فتحتاج استراتيجية معاه بحيث إن ما تواجهوش القوة بالقوة. ممكن مقاتل تاني بيعتمد على السرعة، فتحتاج مثلا استراتيجية تانية. يعني كل استراتيجية من دول بتحتاج كل مرة تنمي استراتيجيات مختلفة، طرق استراتيجية للقتال عشان تقدر تطور من مهاراتك أمام كل خصم. والتالي الحاجة التالتة وهي قدرات وظيفية وصحية، وهي قدرة المقاتل على الاهتمام بصحته، الأكل المفيد، الحاجات دي. يعني مثلا ما يبقاش مقاتل وعنده مثلا كمية دهون متراكمة، ما بيهتمش بصحته، ما بيهتمش بالحاجات الخاصة اللي تفيده بعد كده، لأن هو لو ما اهتمش بجانب الصحة هيبقى يعني عنده حاجات عوائق تقدر تقيده من ان هو يطور من مهاراته، وهتعمل له مشاكل وازمات صحيه فيما بعد. فلازم يهتم بالجزء الخاص بالاغذيه اللي ممكن تضر او تفيد الصحه، يهتم بالحاجات اللي ممكن تطور من صحته وتحافظ له عليها. طبعاً وهي قدرات عقليه واجتماعيه، وهي عقليه المقاتل، لان المقاتل ده برضو في الاول وفي الاخر هو انسان. الرياضه طبعا بتركز له على الجانب الشخصي، بتركز له على تعامله مع المجتمع، بتركز له على حاجات في الجانب النفسي والشخصي، بحيث ان هو يقدر يتعامل مع المجتمع، ما يكونش مثلا شخص متهور عصبي، يقدر يتحكم في الانضباط النفسي والانفعالات والحاجات الخاصه دي كلها. لازم يكون بينمي الجانب ده، ما يهملش الجانب ده، لان الجانب دوت من اساسيات المقاتل. خمسه والاخيره وهي طرق ووسائل التدريب، ان المقاتل ما يسيبش مثلا التدريب مع نفسه مفتوح المدى كده، ما يحددش لنفسه، ما يعملش تقييمات لنفسه، ما يلتزمش ببرنامج. لا، لازم يعمل مثلا برنامج تدريبي لنفسه، يلتزم بفتره زمنيه معينه، يعمل خطه تدريبيه، ما يسيبش مثلا المجال مفتوح ان يتدرب فتره يريح فتره، ما يقيمش نفسه. لازم يشوف عشان يحفز نفسه، يعرف هو وصل لمستوى تقدم، ايه اللي حققه، ايه اللي طوره. لازم يقيم نفسه اول باول، ولازم يعمل لنفسه خطط وطرق تدريبيه وبرنامج يلتزم بيه، لان لما يلتزم بالبرنامج التدريبي هيلزم نفسه انه يعني ما ينقطعش عن التدريب، يطور يتقدم. انما لو ساب التدريب مفتوح كل ما هيجيله مزاج هيتمرن، مش هيتطور ولا هيتقدم، وهيفضل فتره كبيره على نفس المستوى. تمام، طبعا كده احنا شرحنا الخمس حاجات باختصار، وان شاء الله في الحلقات القادمه هيبقى كل واحده جوه منها تفاصيل كتير جدا، وازاي تحافظ على كل جانب منهم. وان شاء الله في الحلقات الجايه هنشرح كل جزء خاص في حلقه لوحدها. ويا رب تكونوا استفدتوا. بكده انتهت حلقه النهارده. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وفعل الجرس ولايك وشير الفيديو. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.